بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري، أحد النباتات. طبعا هذا النبات ينمو في فصل الشتاء في درجة الحرارة يعني منخفضة، وطبعا متكيف في درجة حرارة يعني منخفضة، وأيضا متطور في درجة يعني برودة مرتفعة جدا مثل 5 تحت الصفر، 3 تحت الصفر. ممكن ينمو هذا النبات في فصل الشتاء في الجزيرة العربية، في بالتحديد السعودية، في محافظة الأحساء مثل ما تلاحظون، لكن لا يتحمل التصحر أو يعني نوع من أنواع الجفاف الحاصل للأنسجة العلوية وقلة المياه. طبعا ينتشر بنسبة كبيرة جدا لدينا في الأحساء، وتم دراسة هذه العينة من قبلي تحت المجاهر التشريحية مثل ما تلاحظون، وتحليلها وتشريحها من قبلي، وأخذ عينات لدراسة العينة تحت المجهر البيولوجي التشريحي الذي كبر أكثر من 7000 مرة لاكتشاف الميكروبات والطفيليات المتواجدة في العينة. طبعا اكتشفت ميكروبات وطفيليات كثيرة، منها الفطريات والبكتيريا والديدان المجهرية التي تعيش على هذه العينة. وطبعا مثل ما تلاحظون حاصل فيها تليف نسيجي في الطبقات العلوية والتهابات أخرى بسبب الإصابة وكثرة الميكروبات التي تتغذى عليها من بكتيريا وطفيليات أخرى مثل وحدي الخلية وغيرها. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.